أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر قانونا لوضع استراتيجية تعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب المخدرات وشبكاتها المرتبطة بنظام الأسد. فريق منسق استجابة سوريا يحذر من تزامن انتهاء تفويض إدخال المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود مع ذروة الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وسط انخفاض درجات الحرارة وانتشار الأمراض. وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 3 عناصر من قسد حاولوا مهاجمة منطقة نبع السلام شمال شرق سوريا. نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف يقول إن بلاده لا تتفق مع تركيا على كل المسائل المتعلقة بالعملية العسكرية التركية شمال سوريا. حكومة النظام ترفع تعرفة وسائل النقل العامة العاملة على المازوت 25% والعاملة على البنزين 10%. مقتل الضابط المسؤول عن كتيبة الدبابات التابعة للواء 112 في قوات النظام مع مرافقه برصاص مجهولين في بلدة الشيخ سعد غربي درعا.